وقلبك ميه في ظهر. دين ابو علي بطل عيب، طر على قلبك يا عيب. انا ما بشربش من الحاجات دي. انت ابو النجا جلاب النصايح. ايه العبارة يا اسطى؟ انت بتسقي الزبائن ميه في ظهر. طب وليه لا؟ لا هتخسرهم علينا ما نعرفش نكلمه. الشقف اللي يرمي القرش ويلم بتاعه 10. لما ينزل الطلب ومعاه ميه في ظهر كل واحد عطشان هيطلب المشروب. قلت ايه؟ ايه يا قالت ايوه جاي. مش ابو النجا جاب صنايعي جديد؟ تاخدهاش مخروم. واسمه ابراهيم. اتنين مخرومين وعيدي عصام. والله لفيت مصر كلها ما لقيت غيرهم، جبتهم لك بخمسه شيلين. وبيلعب على الحلاوه وهياكلها من بسكليتة والمعلم وشلوفه. هديك تقول ما خدتش. طب وحياة النبي من نبي النبي نبي يا اخو مزود عيلتك يا عباس يا ابن شطه من قوره. انا انت في قلبي شويه ميه في ظهر. رواق يا حلاوه رواق. حاك على ايه؟ معنى انت ما تنزلهاش تلاقيني انا؟ يوه ابعدوا عني بقى، انا العفاريت بتتلطط من افوقي. الجمعيه فيها صابونه، الجمعيه فيها صابونه. لازم نبقى زي القرح ننزل بره. طب انا كسيبه يا ناس وايدي مخرومه، ولا يعني لازم نبقى زي القرع ننط لبره؟ انا يا ولد مش عاوز تلعب عليا. مش حرا يا ولد. مش حرا يا بقى حلاوه. لا كمان انت كمان. لا 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 جميل مش كل الطير. شيل ايدك عن الراجل ودخلي مطرحك وبلاش مسخره في الحاره. لا مش شايف. شيل ايدك. ما قدرش على الحمار ام قدر على البردعه؟ ولا هنيك مني ولا واحده ليا وماليش راجل يقف جنبي. كون يا كون. هنيه. اسم الله. بس هيا العبارة يا ابو النجا. بينوب المخلص اللي تقطيع هدومه. العبارة يا عباس اسألها. ما تفضوها سيرة بقى يا اخوانا، كل واحد يروح مطرحه. مساء الخير يا استاذ. استاذ هيا شارب حاجة يا سيدنا الافندي؟ فاستفسك انت عايز ايه؟ رستة مرزوق.